هو الباشمهندس شريف هو بيسيخ. انا باشمهندس احمد بيسيخ. استنى عمليه تسيخ بالمزايا خرش اول في منتصف الليل، عمليه جراحيه صعبه جدا. دلوقتي خدنا المقاس، وبعدين بندخل السيخ المحمي هيطلع من بقها. شايفين دوت هنا اهو اللي هندخل فيه الواير، عملية تدخيل الواير والسحب بالراحة عشان ما نعورش جسم البلاميطة. يسحب بالراحة، احمد بيشد من الناحية التانية وبدا يدخل اهو يسحب. بلاش الفاظ حمال الاوجه، دي مرحله حاسمه عشان ندخل سن الحلقه. بس زي ما احنا شايفين الهلب جاي من ورا اهو. نقلب البراميطايه الناحيه الثانيه الشروياية، ندخل سن اقصر شويه علشان يبقى من بطنها، يبقى لو دخل من ورا او دخل من قدام يبقى لو هجم يعني من ورا او من قدام يقدر ياكل.